قال حفظه الله: فقد حكى الطحاوي في شرح معاني الآثار أن رفع اليدين في هذه المواضع الستة متفق عليه. نعم، قال مما لا خلاف فيه، وقال متفق عليه، وبعض الذين أنا لا أريد أن أسميهم طلاب علم، خفافيش الإنترنت والرجال المجاهيل الذين خرجوا علينا فجأة وأصبحوا بفلانة وبفلان وساروا شيوخا، لا يعرفهم العلماء ولا يعرفون بطلب العلم، بعضهم انتقد الطحاوي قال ذكر أن رفع اليدين متفق عليه وليس في الصحيحين. يا جاهل يريد متفق عليه بين العلماء بين الفقهاء، لا أنه متفق عليه بين الشيخين البخاري ومسلم. نعم. قال: وأنه لا يعلم، والله يا إخوة لا يتعلم ولا يتأدب إلا من جلس بين أيدي العلماء والشيوخ. مصائب الأمة ما جاءتها إلا من القراء، ليس قراء القرآن، القراء الذين يقرؤون في الكتب ولا يأخذون عن العلماء، فإما أن يفهموا خطأ ويسيئوا إلى الإسلام، وإما أن يعني يعارضوا العلماء وهم غير فاهمين لكلامهم. وأنا وجدت أن هؤلاء الذين يظهرون في الإنترنت وغيرها ولا يعرفون ولا يعرفون بالدراسة على العلماء، الغالب أنهم لا يعرفون التوحيد الصحيح، وإن أظهروا السنة تجد عندهم شيئا من الخلل في العقيدة، لأنهم ما أخذوا عن العلماء. أنا أقول هذا لكي لا تزهدوا في الجلوس عند المشايخ، الجلوس عند المشايخ تعب، تعب شديد، وتفارق الأهل وتفارق وتفارق، لكن كما قال ابن القيم: الجنة لا تنال إلا على جسر من التعب، ومن آثر الراحة فاتته الراحة، من آثر الراحة فاتته الراحة. نعم.